In such a small place, 251 families have been gathered. Throughout their eyes, you can read there are different memories, different stories, and different feelings. However, they all share one thing in common. A beloved family member is no longer in the picture. The father. Although exact numbers are unknown, it is estimated that roughly Yemen is home to 1 million orphan children. Most of them lack basic necessities. طبعا شوف العيال معهم أبهات لما يعني يكون معانا ظروف وما فيش معانا حد يكونوا جنبنا كذا نحس بقيمة الأب لما يكون جنب عياله جنبه كيف تكون الحياة غير عن الذي ما فيش معه أب يعني الحمد لله. حصل لي السرطان، حصل لي القولون، حصل لي كل الأمراض من بعد ما خرج أبو العيال. الحمد لله، عانوك ما قحا عاني ما عانوك. صبحكم وخرج هو ابنه وما عاد اتصلوا لي إلا اتصل. فلان ابن فلان حصل له حادث عند هنا عند ابن عناش ومات على طول هو ابنه. هو هذا خاصة خالد وجمال الذي بيأثروا علي لما يقولوا يا ليت بابا وبابا موجود نخرج معاه زي ما هلا الناس بيخرجوا مع اباتهم. لما خالد والله انه يجلس باب الطاقه ويبكي يقول هني يتلو معاه معه ابي يمشي مع ابوه. هذا اللي بيزيد طعني زياده. وهلا عادي بخلود ابو حدا داخل ما نفهم ما نفهم على الرجل حقنا توفي في رجب جد في جلطة الله يرحمه احنا مش معانا شيء لا معانا لا معاشات لا معانا شيء ولا هذه ولا هذه مسح سيارات انا اصبح لي خرقه ومسح السياره تشقى على جهالي والايجار نعيت من جهه من بعد ما توفي ابوهم وانا جالسه عليهم مفعل لا معاهم لا شيء وعاد مزغاء واحد صغير واحد اعجم يرحم الله لا بيشقي لا بيشتغل لا شيء هذا الولد الصغير رحمني ما عاد راضي يدرس قال لي ما عاد ادرس شو انت تشتغلي بيصير يمسح له سياره تشبح له ما بين التنك يمسح له سياره ما اجي له قد يديه مفطره 500 ريال صلى مغرب وخرج يشتغل كان هذا البنت بغير حال بقى لا يصير يفعل له مشوار شلو لا قرطس حالي طلع لا شارع النصر ما عاد رجع قتلوا خانه كوب الزلم تر لا درينا من غريمه وانهم ما كانوا مثل ما ابوهم عايش يعني ياخذوا جعالة يرتاحوا ويسيروا يلبسوا سواي ما بش ما بالله يعني تهف اللي يقدر عليها يجيب لهم حتى مصروف مدرسه ما ياخذوا مصروف مدرسه ياكلوا الموجود ويسيروا احس بضيق وزعل فيني لو ما اذكرها احس فيني كنا نجد احس فيني بضيق وابكي علي جلس ابكي علي بعد الدموع والله انه بيخرج يشوفهم لابسين ومعهم حاجة يقول لي يما العيال معاهم ولابسين وهذا وانا ما فيش معي قلت انا منين ادي لك يا ابني ما فيش معي الموجود معي اجيب لك خلاص ابوه معي ايش معاه ما بيجيب لك لكن انا احب منين اجيب لك يا ابني اللي ما يقدر اجيب لك ما فيش ما فيش اللي يقدر عليه بتطرحنا الأرض بقى ما تصح بعدين لقيت شاشة إيش فيه وأبي ما تروح بالأرض بشهادة شهادة إن لا إله إلا الله توفي شاف العيون وقال لي قدم توفي قلت الحمد لله رب العالمين صحت بكينا علينا هذه تأثرت مرة شوف طلع فيها أكياس دهنية بعد ما توفى أبوها يعني كانت كل ما تذكر ما تقاوم الحمد لله رضينا الله متأثرين هذا الحين مجرد ما يسمع التلفون بابا أي متصل بابا ها
محمد هذا لقد هم متأكدين ما عندهم خلاص اسمهم أبوهم عاد يقول لك لو ضربوا رصاص ولا شيء أما نحن إيش نخرج نجاهد ولا بقتله نجاهد ولا شيء نروح عند أبي قال نعمل لي جاهد ولا يصير قاتل يروح عند أبو القنة. لما كان يعني لما هلا شبي نحس إنه ما يعني عدو هلا عدو هلا رجعت في البيت. In response to this situation, Global Ihsan Relief, in partnership with Islamic Help and a national NGO, started to provide winter assistance to 646 orphans and their mothers among 251 families in Sana'a City. Assistance includes winter clothes, food parcels that would improve their situation. نشكر منظمة إحسان العالمية على ما قدموه ومنتظرين منهم المزيد ولهم جزيل الشكر والتقدير.